وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير وحيد مبارك سيار، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية. إذا نرحب بك سعادة السفير في نشرة أخبار الثامنة. هل حدثتنا عن أهمية تخصيص يوم للدبلوماسية البحرينية والجهود التي تبذلها الدبلوماسية في تحقيق أهدافها؟ يشرفني في البداية في هذا المقام أن أغتنم هذه المناسبة لأرفع أسماء آيات الشكر والعرفان وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الملكية السامية بتخصيص يوم 14 يناير من كل عام لاحتفاء باليوم الدبلوماسي البحريني، والذي يجسد التقدير السامي للدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية على المستوى الإقليمي والدولي، والتي أرسى أسسها الأصيلة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ثابتة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله ورعاه. ولقد استطاعت الدبلوماسية البحرينية خلال أكثر من نصف قرن من العمل الدؤوب وبالتوجيهات السامية في السياسة الخارجية على كسب الحلفاء والأصدقاء وترسيخ حضور المملكة على الساحة الإقليمية والدولية. كما أن الدبلوماسية البحرينية هي جزء أصيل من الدبلوماسية الدولية في إطارها السياسي والقانوني وتعهداتها الدولية المبنية على الالتزام التام بالمواثيق الدولية واحترام سيادة الدول واستقلالها ومبدأ حسن الجوار واحترام أسس التعايش والتسامح والسلام، وتقوم بدورها في تعزيز وتوطيد صيانة وسيادة الدولة واستقلالها وحماية مصالحها على المستوى الدولي، وبمن يحقق السلم والأمن الدوليين والمصالح الوطنية للوطن والمواطن الكريم. يشرف بهذا المناسبة أن نعاهد الله والملك والوطن على مواصلة هذه المسيرة الخيرة. نعم. بكل تفاني وعطاء وإخلاص لإعلاء اسم البحرين في المحافل الدولية وفي علاقاتها مع دول العالم وفي التنفيذ التام للسياسة الخارجية الحكيمة لما فيه خير الوطن والمواطن الكريم. نعم سعادة السفير وحيد مبارك سيار، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، شكرا جزيلا لك.